سعودي لابس اماني. انا الحب لكم والله. كفو حبيبي. والله انا نحبكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ صحه شكرا. متى يفتح تبنى؟ متى خلاص؟ الساعه كم؟ الساعه 9. والله خلاص شرده معاه، ما في يترك شاحنه. خلي ويلا الشاحنه، خلي يولي هروب. الباب لا زال هو الاصلي، ها ما تغير. هذا مكان الحرب. هذا يسترداي سايد 2. هذا يسترداي. يسترداي والله سايد 2. ممكن الليل انا ما في شر. الله اكبر. طبعا جهز غدانا المتواضع يا الربع. يا سلام. بسم الله. وش السالفه الحين؟ وعكه صحيه بتغيرات هالجو. طهور طهور. الله يجزاك بالخير. الله يسعدك. كيف اموركم؟ يا حياكم يا حياكم يا اخواننا بعمان. الله. الوين يا الحبيب؟ عند المزح ذا. كفو يا الذئب. وصل. ديزل وماي. هذا ايام الامطار والسيول تكون هذا كله جريان اوديه وسيول هنا. يا سلام. تم الوقاف الصباح. يغنيك عن الفطار. صار لي 10 دقائق ادور سياره وما اعرف فيها وين. منتظر زحمه التريلات في بارك الديراب. الحين استعنت بالخرائط. اخيرا وصلنا الى ديراب ولله الحمد. هذا بدايه الطلوع. يا الله ولله الحمد. طبعا الجمعه ما في منع اليوم، امور سهالات باذن الله تعالى. الشرياب والامور طيبه الحمد لله. طبعا اصعب شيء في ديراب تترك الطريق هذا تتحول للطريق الثاني هذا، بس زين افضل عن قبل. سابقا كل احفار شكلها معدل الحمد لله. أموره طيبة الحين. أول حفر والله مشكلة. طيب اليوم الجمعة يا أخي، لو كان يفتحوا أبرك. والله الله يستر كان ما في منع. ما أدري والله. يوم الجمعة ما المفروض يكون في منع. ولا وش الرأي؟ أشوف أشوف تريلات واقفات هناك. الله يستر. جمعة وش من منع الجمعة؟ زانت أمور الباركين. وين أول؟ الله المستعان. معانا؟ لا والله منع. أعوذ بالله. وش ذا البلاء؟ شوف تريلات واقفات قدام، مستحيل يوقفن لو ما في منع. هذا اللي منع. هذا اللي الساعة كم؟ تشوف المعاناة لحظة الخروج. والله يا هي زحمة.
الان يتغدي هني. السلام عليكم، كيف الحال؟ صحة شكرا. متى يفتح تبنى؟ متى خلاص؟ ساعة كم؟ ساعة 9؟ والله يعين الله. شكرا صديقي، شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الساعة 9 يا الحبيب. ايش ذا البلد؟ ما ادري والله، كم اوقف سيارة بعيد واتصل بزميلي خليه يجيني هنا. ما ابرك، روح طوف، ما فيني اجي الساعة 9. وش الراي؟ وقف بعيد، خلنا اتاكد بعد. هل الساعة 9 يفتح المنع ولا لا؟ والله ذاك انفجر بالون عليه هناك، حمل حديد. عين الله. لا ضبط الحمد لله الشارع، يعني مشي فيه. ها وش تسوين؟ يتغدى. وقف بعيد، ابرك لي. انزل اتاكد في العربان. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو خبر؟ مزبوط؟ 100 100. متى يفك شاره؟ كتنا تايم؟ الساعة كم؟ الساعة 2. 2 في الليل؟ ايوه. والله هذا الكلام الساعة 9. الساعة 9؟ 9 ولا 2؟ يوم الجمعة؟ اي. هذا يسترداي ساعة 2. هذا يسترداي؟ يسترداي والله ساعة 2، ممكن الليل نما بشور. الله اكبر. مشكلة. ممكن هذا مالوش. ها؟ هذا صوتي. شوف سؤال رسالة. هذا يقول الساعة 2، لا بلا. كويس هذا؟ ها؟ كاميرا. طبعا الوضع كالتالي، بترك الشاحنة في حفظ الله ورعايته وبطلع مع زميلي الحين بيجيني. أخذ لي جولة كذا معه. بلا وقفة ذا بين الشاحنات، والله أنا ما أدري بالله ذا كدر. وصل الحبيب. يلا حبيب نواف الورد، شو أخبارك؟ يطول عمرك. طمنا عليك. الحمد لله. كيف أمورك؟ الله يحييك. عذبتك معاي تراني. على سلامتك. الله يسلمك يا غالي. الله يتقبل طاعتك. اللهم آمين، منا ومنكم صالح الأعمال. الله يحييك. أخباركم في القريب العاجل بإذن الله منورة. بهلها طول عمرك، عسى الله يسعدكم. الله يحييك. بيض الله. خلاص سلامتكم. شرده معاه ما في يترك شاحنه. ويلا الشاحنه خليه يولي هروب. الله يحفظكم. كيف الامور بعد؟ طبعا حاليا في منزل حبيب ابو نواف، الله يسلم هاليدين. الله يحييك. اكرمكم الله واغناكم من فضله، جزاكم الله خير. طبعا تعشينا معاهم، بيض الله وجيههم. الله يحييك. كان العم ابو خالد وراح. الله يحييك. اقل من واجبكم. بيض الله وجيه، بيض الله وجيهكم، ما قصرت، جزاكم الله خير. وهذا نايف، الله يحييك. واكبر منه نواف صح؟ إيه. الله يسعدكم، بيض الله وجهكم، جزاكم الله خير. يحييك عز من جانب عبد الرحمن حبيب القلب، الله يسعدكم. وما تكلفنا لكم شيء. عشاء بيت، والله ما قلت عشاء اهل البيت يعني. كفيت ووفيت والله، ما قصرت. راعي دار ما يحتاج. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، جزاكم الله خير. وهذا الحبيب نواف، يلا حي، شو الاخبار؟ كيف امورك؟ والله اسفرت وانورت. الله يسعدك، الله يسعدك حبيب القلب. يا حي. الا شو السر لابس عماني نواف؟ شو الوضع؟ انا نحبك. سعودي لابس عماني؟ انا نحب لكم. والله كفو حبيبي، والله انا نحبكم. على سنقة هجر، والله الطاقية موجودة، لكن كفو. لكن ما تذكرت الا يوم ركبت سيارة. الله يسعدك. فقلت ابد. يعني متضامن معي انت؟ حبيبي والله. والله انا نحبكم يا اهل المملكة. والله احنا اكثر، يعلم الله. حبيب الخلق. ابد اهلنا واخواننا. الله يسعدك على راسنا وفوق، بيض الله. ما كانه يعني ما كانه بيننا حدود. حبيبي والله. اي والله. الله يسعدكم. الله يعافيك. الله يرحم والديك. طبعا ابو نواف اخذنا جولة في قلب الرياض. شو المنطقة هذه اسمها ابو نواف؟
هذا الشارع اسمه شارع السويلم. شارع سويلم، وهذه اقدم عمارة في الرياض. نعم. اليمين ولا اليسار؟ كلها عماير الملك خالد يسموها. ايوه. الان فيها فندق شيرتون هذا. اوكي. ومتجهين ان شاء الله الى منطقة قصر الحكم. قصر الحكم. جميل. تريونا. باذن الله. ايش المنطقة هذه يا ابو نواف؟ هذه منطقة قصر الحكم. قصر الحكم. هذه في اليسار اسواق المعيقلية. للعود والطيب والبخور والعطور. وقدام هذه إمارة منطقة الرياض. ايوه. وهذاك جامع الإمام التركي داخل. من الملك سلمان كان الإدارة ماله ولا؟ اي نعم. مقر إمارة منطقة الرياض. جميل. وهذا تبع الإمارة كمان المباني. ان شاء الله الآن بندخل للساحة. تشرح لنا ابو نواف هذا المبنى شو بالضبط؟ هذا جامع الامام تركي بن عبد الله. هذا ولا هذا؟ هنا جامع الامام تركي. شوف المأذنه. ايه. الحين بندخل. جميل. واليمين هذا مقر اماره منطقه الرياض. جميل. كم عمر المبنى تقريبا هذا؟ والله قديم. قديم ها؟ بالتحديد كم الله اعلم بس انه قديم. ما شاء الله. قدام. هذه طبعا الحديقه وخلف الاسوار اسواق المعيقليه. نعم. هذه جميل. ندخل الحين على منطقه قصر الحكم. قصر الحكم هنا. نعم. جميل. اللي هو داخل في الامام. نعم. الحكم الملك عبد العزيز ولا قصر المصمك. اها. اللي هو كان فيه الملك عبد العزيز. ما شاء الله. هذا الجامع ها؟ ما شاء الله. جامع الإمام تركي بن عبد الله. جميل. خلينا نبدأ عشان نجيب الاسم. قصر الحكم. المنطقة هنا قصر الحكم. جميل. هذا مدخل الأمارة. جامع الإمام تركي بن عبد الله. طبعا هذا برج الساعة، وهذه ساحة منطقة الحكم. هذه شكل البوابات ها. هنا في الجامع، ومن هنا الإنارة الزرقاء، هذه قصر الحكم. جميل. شو القصر هذا أبو نواف؟ هذا قصر المصمك. قصر المصمك. نعم. اللي هو؟ اللي هو كان فيه جلالة الملك المرحوم الملك عبد العزيز. أيوة. المؤسس. المؤسس. نعم. ما شاء الله. يعتبر مزار تاريخي بالرياض. نعم. ولو ساعات للزيارة مسموح الدخول. مسموح لازال ها؟ نعم مسموح. جميل. وفي مرشدين سياحيين داخل يعطوك فكرة. جميل. عن مقتنيات الملك عبد العزيز. نعم. والغرف الموجودة وقصة الحرب اللي دارت فيه. نعم. نعم. جميل. طبعا المنطقة الأمام هذه مستغلة كما قال. إذن هنا سوق الزل ها؟ نعم. اللي هي للأشياء الزل. الأشياء الأثرية. أشياء تراثية. ومستلزمات رجالية، وتعرض في سوق لكل المقتنيات القديمة التاريخية. يعمل عليها مزادات. نعم. وتباع حتى الغرشات مال البيبسي. ايه الاشياء القديمة. النجر، اي شيء قديم، رادي قديم. أيوة. اي شيء. ايوه. مواعين، اثاث. ما شاء الله. نعم. جميل. ويزوروه كثير يعني من السياح الاجانب. وما شاء الله في التطور مستمر. ما شاء الله.
اذكر زمان كان في سوق عند سوق الخضار في سوق الجمعه يسموه او شيء نفس الشيء الاشياء الاثريه. وين؟ سوق الخضار والفواكه. كل حي في سوق خضار. ايوه لا رئيسي مخرج 17 ما ادري الربوه. ايه لا زال هذا ولا شالوه؟ لا زال سوق الخضار موجود. لا في سوق للاشياء القديمه وكذا. والله ما ادري. ايوه شو هالبعارين وقفها هنا يا ابو نواف وش الوضع؟ يلا مشينا ابو نواف انت خذ لك هذا وانا باخذ الثاني وش رايك؟ اسري وين ربع الخالي؟ اي يلا مشينا. طبعا هذا مدخل قصر المصنع ان شاء الله. الباب لا زال هو الاصلي ها ما تغير. هذا مكان الحربة. ايوه ما يسجلوا عليه سنة شو اسمه سنة الصنع. لا احنا معانا بعض المناطق او القلاع الابواب القديمة هذه القلاع وكذا تحصل عليه يعني سنة الصنع كذا حتى بعضهن اللي اسم النجار كان موجودة في لوحة المعلومات. طبعا يقول لك في الخامس من شوال من شوال عام 1319 هجري قام عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود في ثلة من الرجال البواسل باسترداد الرياض والانطلاق منها لتوحيد البلاد وتأسيس المملكة العربية السعودية. جلالة مقول له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود وهذولا الرجال اسماء الرجال اللي كانوا معه. وهذا قصر المصمت هذه أسعار قصر المصمك. طبعا هذا خلف القصر مستمتعين الشباب ما شاء الله بالساحة. سوق سويقي. اها. صدقوا يا الربع صار لي 10 دقائق ادور سيارة وما اعرف فيها وين من كثر زحمة التريلات في بارك الديرام. الحين استعنت بالخرائط. هذا البلاء زحمة بمعنى الكلمة زحمة. الله يعين والله اني نشبت نشبة على بالي ان اليوم سماح ما في طلع ما في الا الساعة 2 الفجر. الله يسر والله في الخرائط مبين انها قدام وانا وين ضربت الاخر. طبعا زحمة البارك مليان مليان. والله هذا الرجال هو وعائلته ضيع مسكين دخل في مدخل التريلات وما فيه الحين لازم يرجع معاك يا الطريق.
معاكس التريلات الله ييسر عليه. على باله في مخرج، وين المخرج يا حبيب القلب؟ السلام عليكم، يلا نصبحهم بالخير. يلا حي الربع، اخباركم طيبين؟ يعطيكم العافيه، ابشركم فتح الساعه 2. من الساعه 2 للحين شوفوا لا زالت الزحمه، ما ادري تبين في الكاميرا ولا لا. هنا كل التريلات لا زال، شوف بعد ما خفت الزحمه، تخيلوا الحين صارت الساعه 7:15 توقيتنا، يعني توقيت السعوديه 6:15. والله شكلي انا ميت السنة لحد ما تغضى الزحمة، لانه ما يسكر، قالوا يسكر البوابة هذه من عند شو اسمه، تمنع الشحنة الساعة 2 الظهر، من السماح من 2 الى 2 الظهر اليوم، من السبت يوم السبت يوم الجمعة ويوم السبت من 2 ل 2. جاري الخروج من الباركن، خفت الزحمة شوفها، بس بعدها لا زال والله. شوف للإشارة ترى هذا الشاحنة واقفة، هذا الطريق طبعا هذا بعد التعديل، سابقا كله أشد من كذا. قبل ما يسوي لنا طريق خارج الرياض ان شاء الله، عما قريب عسى يكون الشاحنات اللي طالعه صوب جده وصوب المدينه صوب مكه مع دير الرياض، ما لنا شغل في الرياض سبب زحمه ولا اوقات منع طول النهار طول الليل لين الساعه 11-12، كلها تاخير وتعطيل مشكله. تلوم جيت الله المستعان. والله كم ما ارجع اكمل نوم الى الساعة 8 الساعة، وذا اخاف يغيروا رايهم ويجي المناخ قبل الساعة 2. يقولوا ان الساعة 2 اليوم، لا يوم الجمعة ويوم السبت الساعة 2. مسكر الطريق، شوف الزحمة لوين، لا هناك مرة متسكرات الأشاير، زحمة زحمة ماشي السرواق وكذا ما يمشي، الظاهر ان افضل خيار اني اتجاوز. ما ادري اتجاوز ولا خف الشرطة هناك مسوين. لوين يا الحبيب؟ عند مزح ذا
وقت الغداء يا الربع. غدانا اليوم جوانة، جوانة دجاج بالتتبيلة. كلها كلها ما روح دور يا راسك يا رجل. الى القلاية الهوائية نقول بسم الله. طبعا جهز غدانا المتواضع يا الربع. يا سلام. بسم الله. شف 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 شف. طبعا جوانا دجاج مع حمص ولبنه وسلطه. والله انه نار. بسم الله. لغم طمد الحمص. واو ساخن. قل بسم الله. سلام. بسم الله. شيء استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا بترك علال هني حفظ الله ورعايته، الوجهه الى زياره احد الاحبه في غرب الرياض، مريض شوي مسكين اليوم، ففي زيارة وبطلع بتاكسي بإذن الله تعالى. طبعا مع محمد إقبال. كيف حالك محمد إقبال؟ كيف الشغل؟ تمام الحمد لله. والله تمام. عاد أول مرة أشوف رياض فاضي اليوم الأحد، يوم السبت، شو السالفة؟ اليوم إجازة. عشان إجازة؟ والله أنا توقعت أن في زحمة تكون، ولا كنت بطلع بالرأس، بفصل الرأس وبطلع. والله ما متعودين نشوف الرياض كذا فاضية مرة غريبة. بعد المغرب في زحمة ها؟ ايوه بعد المغرب انه ايوه انا فراتي اروح دوام. صح. حياك الله. كم سنة رياض؟ انا ممكن 5 سنة. 5 سنة ها؟ حياك الله. بارك الله. ها شيخ محمد إقبال تقول فاضي، وين فاضي يا رجال فرحتنا. قال فاضي، والله اني فرحت على بالي بتكون فاضي. عيد هالرياض كذا فاضي. والله كذا فاضي. أيوة. كذا الله اكبر. انا خابرها الرياض يا رجل اعرفها. يا سلام. صحيح يمشي طريق احيانا يوقف. صح. الحين هذا مو يا حق، شو هذا يا هذا المويه حق شو هذا؟ هذا وادي حنيفة، لكن هذا مو مال صرف؟ ما حق الصرف هذا صرف صحي؟ بلدية؟ مويه مو كويس؟ هو حق التصفية هذا يصفى و... ما شاء الله مثل النار جاري. شكله مش حق زراعة صح؟ يلا حي ابو راكان ورد. انقل حيا. ايش الاخبار؟ اهلا وسهلا ابو عبد الرحمن. كيف امورك؟ يا حياك. سلامات سلامات. الله يسلمك. اجر وعافيه. الله يعافيك. كيف الصحه الحين طمنا عليك؟ الحمد لله تمام نحمد الله. وش السالفه الحين؟ وعكه صحيه بتغيرات هالجو. طهور طهور. الله يجزاك بالخير. الله يسعدك. كيف اموركم؟ يا حياكم يا حياكم يا اخواننا بعمان. الله يسعدك. حي نبات الشرقي يا حبيبي. حياكم. يا حبيبي. هذه الحين تعتبر شرق الرياض صح؟ نعم شرق الرياض مو غرب الرياض. لا احنا اخر شرق الرياض. ايوه بعدنا على طول نروح نذكر عشان. الله يسعدك. وش الحركات؟ اخوته دلع وتطور. اي هذه طال عمرك الضيوف اللي مثل هذا ما وصل كذي.
حركات فواكه على تمر على السلام على اصابع حلويات وش ذا حركات وش الدلع. الله يسعدك يا حبيب القلب. الله يسعدك حبيبي. والله انا مشتاق لك يا رجل. الله يسلمك. والله حنا اكثر زاد بس الله. انت كنت مشغول الله يعينك. والله شوي اللهم امين وياك. أيوة الحمد لله. الحمد لله. وزالت الاجواء عندنا الحين لازم تروح تجي. ان شاء الله ضروري نطلع هذا. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يسعد اياك. ويسعدك حبيبي. حبيب القلب حبيب القلب. حبيب القلب. حبيب القلب. وهذا علال وصلنا. حياكم وصلنا. بيض الله وجهك يا ذيب. وجهك والله اني عذبتك. لا يا وجهك. بيض الله وجهك الله يغفر لوالديك. والدينا والديك. جزاك الله خير واكرمكم الله وجزاكم الله خير. الله يسلمك. على كرم الضيافة. الله يسلمك ما سوينا شيء. لا والله كفيت. حقك اكبر من كذا. لا والله كفيت ووفيت وشهد الله. ولكن انت اخو وراعي بيتي. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم يا ابو راكان جزاكم الله خير واكرمكم الله واغناكم من فضله. اللهم امين. حبيب القلب خلنا نشوفك ها ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك. طبعا جوله سريعه في احد المحلات الموجوده قريبه من باقي السياره. ابغى اشتري شويه اغراض ومنها ماي المساحات. ماي المساحات مخلص. شوف هنا في نوعيات بسم الله. هذا بكم؟ 5 ريال 75 فلس. خذ لك 200. واحدة 200. طبعا كان الجدول والنية ان ما هي مساحات اشوفها قعبة السلة ما ادري شو الوضع يعني. اه وش رايكم؟ يلا عاد الحين قوم شل من هنا لين هناك 300 متر. يعين الله. طبعا اشتريت 3 مو ثنتين خفت انه ما يكفي. بسم الله. يعني هذا ماي المساحات افضل من ماي العادي في تنظيف الزجاج الاماميه. افضل بكثير لذلك افضل انا. واسعاره هنا جدا معقوله يعني 6 ريال قاصر شوي يعني 600 بيس او اقل. مسلم. كم تتوقعوا شال؟ كم تتوقعوا؟ هاي طبعا السالفة. بس ما اتوقع يشيل 3 اقل شوية. طبعا هاي رغوة بس والماي رغوة ذي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقف عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. تائبون عابدون لربنا حامدون. طبعا شو اللي صار؟ خلاص عزمت اروح الشغل خفيف هنا وصار عندي ظرف اضطراري لازم ارجع. تعوض الله. صار وقت تعبئه الديزل. ديزل وماي في نفس الوقت. الاشياء اللي احبها في المحطه هذه يا ريت كل المحطات تكون نفس الطريقه. الماي موجود عبي ماي عبي ديزل في نفس الوقت. الماي مجانا مجانا بدون مقابل. ادري والله البيت يوصل هناك ولا لا. لا يقول ما بيوصل. والله ما ادري بيوصل ولا ان شاء الله يوصل. يوصل. يا ابو يا ذيب وصل. ديزل وماي
هذا من كيس البيت. لا يخطر. بعدين بنعبي الخزان الثاني اللي في المقطورة. والحين رحت نعبي الخزان الثاني. بسم الله. شغل. راح اول. بسم الله. طبعا ما اني مستعجل اكيد بتغدى بالمطعم. بتغدى وبصلي وبتحرك ان شاء الله. العادة نوقف على الشارع برا هناك بالساحات الترابية. جانتنا الشرطة قالوا لنا ممنوع هنا وقفوا في الباركن. والله اول مرة ادري ان في باركن هنا. جميل صراحة. يا الله انك تصبحهم بالخير. يلا حق الربع اخباركم طيبين. امبارح مشيت الى صلاة الصبح. صليت الصبح ونمت. والله توني قايم الساعة 9:30 صارت. ضبطت اموري وزينا القهوة مع التميرات الطيبة. بسم الله. هاي الافطار. بعد ان شاء الله في ابري. باقي لنا 200 كيلو هنوصل المنفذ. منفذ ربع الخايل طبعا. يا سلام. تم الوقاية بالصباح. يغنيك عن الفطار. قول بسم الله. الله شباب نايمين بعدهم. الله يعينكم يحفظكم. بسم ساعتين ان شاء الله. خلال ساعتين ونص تقريبا ان شاء الله ان نوصل المنفذ. نعم ان شاء الله على الساعة 2:00 باذن واحد احد نوصل ابري ان شاء الله. 2:00 ونص. بسم الله. طبعا الطريق شوف بعد يتكسر مع انه جديد كثر التريلات اللي تمر عليه. ما له واقف له سلامات. ولا شركة صيانة. ها شركة صيانة هذه بيصينوا الشارع شكلها. سلام. يصينوهم لين متكسر. ها هذا متكسر ويصينوهم ويسويوه. والله في كثير مناطق متكسر فيها الطريق. كله طلوع من طلعنا من هناك الى هنا هذا كله مطلع.
جمالية المكان ما شاء الله. تسجيل دخول للسلطنة يبشركم دخلت أخيرا الحمد لله. الساعة 12 ونص تقريبا وباقي لي تقريبا 155 كيلو عن أبري. إن شاء الله أمر المطعم هناك وأتغدى بالمطعم. شغل عجازة يعني خلاص عاد يوم تكون مستعجل مشكلة. وقفة الغداء تأخذ ساعة ونص لساعتين أحسن أشتغلهن ذي لما تدخل المطعم ربع ساعة. ولو أن الجودة مو نفس الشيء ولا النظافة نفس الشيء ولكن يلا عند الضرورة ترتفع الأحكام. طبعا وصلت ولله الحمد لا عبر الواعدة ضبطنا الوضع بين الكرش وإلى البلد بإذن الله تعالى. ما باقي كثير الساعة 3 الحين إن شاء الله على الساعة 7 نوصل بإذن الله. بسم الله يا هلا. شوفوا جمالية المكان يا الربع ما شاء الله. هذا أيام الأمطار والسيول تكون هذا كله جريان أودية وسيول هنا. منظر جميل. هذا البيت اللي فوق كل الطريق من عبري الى رستاق كلها طريق مثل كذا
بين جبال وأودية مزارع قديمة مناظر جميلة ما شاء الله. طريق متعب خاصة اليوم ما شاء الله الجو مغيم.